السلام عليكم يا دكاترة، معاكم دكتورة سارة من طب الفم. النهاردة هنتكلم عن الدنتال اكس راي فيلم. الدنتال اكس راي فيلم بيتكون من ايه؟ ده قطاع في الدنتال اكس راي فيلم بنشوف ان هو على البوث سايدز، على التو سيرفيسز، بيبقى بنفس الترتيب. بيتكون من دنتال اكس راي فيلم ادهيسيف لاير. الطبقة اللي بالاصفر ديت عبارة عن المالشال لاير، وهي دي الفانكشن، هي دي الفانكشنال او الاكتيف لاير. بعدها على طول البروتكتيف لاير على السطح الاخر بنفس الترتيب، اللي في النص اللي في الازرق دوت هو الفيلم بيس، بعدين ادهيسيف لاير، وبعدين ايموشن لاير، وبعدين بروتكتيف لاير. طب يا ترى كل مكون منهم ايه هي الايدل ريكويرمنت بتاعته وايه هي الفانكشن بتاعته؟ ده اللي هنتعرف عليه. الفيلم بيس بيكون فيها رينج اوف الفلكسبيليتي، بتبقى بلاستيك، يبقى القطر بتاعها 0.0008 انش. طيب الوظيفه بتاعت الفيلم بيس ايه؟ الوظيفه بتاعت الفيلم بيز ان هي تبروفايد، تبقى عامله السكيلتون بتاع الفيلم. هي بتبقى بتديني الريجيديتي والستيفنس بتاع الفيلم، في نفس الوقت بيبقى فيها رينج اوف الفلكسبيليتي. يبقى فيها رينج اوف الفلكسبيليتي. طيب ايه هي الاوبتيكال كاركترز بتاعتها؟ ان هي بتبقى سن، بتبقى ترانسبيرنت، وبتبقى ترانسلوسنت، وميد اوف برايت هيو. دايما الهيو بتاعها او الكالر بتاعها بختاره لون يكون فاتح زي بلو او الجرين. بتبقى ترانسبيرنت عشان تقلاو او تو ميك ات تو فيجوالايبل تو فيجوالايز الايمج، لان الايمج زي ما احنا شفنا فوق ان انا عندي ايموشن لاير على البو سايدز، يعني الصوره هتتكون على التو سايدز، فلازم يكون البيس بتاع حضرتك شفاف علشان تقدر تقرا او تعمل انتربريتيشن للفيلم بتاعك من التو سيرفيسز. عشان كده بتبقى ترانسبيرنت ترانسلوسنت، عشان ما تكونش اي ظلال او شادو موجود على الفيلم. دايما بتبقى متصنعه من ماده البولي اسيتات، البولي استر اسيتات. زمان كانت بتتصنع من البولي استر نايتريت، بس وجدوا ان هي بتبقى الفلامبل ماتيريال، ان هي الفليم الميلتنج تمبريتشر او الابيليتي تو بي فليمد كانت عاليه، فكانت بتعمل مشاكل اثناء الاستورج. فهي بتبقى متصنعه من ماده البولي استر اسيتات، هي نون فلامبل ماتيريال، فيها ريجيديتي، ما بيحصلهاش دايمنشن تشينج مع الاستورج مع تغير درجات الحراره، تقدر ليها جود ميلتنج تمبريتشر، ما بيحصلهاش دايمنشنال تشينج كمان اثناء البروسيسنج، لان يعني في البروسيسنج بيبقى في تمبريتشر معينه في وقت التحميض. طيب تاني مكون عندك الادهيسيف لاير، مطالب منك تعرف فقط ان هي اكت از ادهيسيف، بتعمل كماده لاصقه او جلو لايك ماتيريال تو ادهير بتوين ذا بفيلم بيز اند ذا سكسيسيف لاير اللي هي الايموشن لاير. تاني حاجة أو الطبقة اللي بعد كده اللي هي الفيلم ايموشن. الفيلم ايموشن ديت هي الموست امبورتنت كونستيتيونت اوف الفيلم، هي الموست اكتيف انجريديانت، أو هي دي المادة المسؤولة عن تكوين الصورة على الفيلم. هي بتتكون من جيلاتينس ماتيريال اند سيلفر هالايت كريستلز، تبقى متوزعة على البوست سايدز. طيب ايه هي الايديال ريكويرمنت اوف الجيلاتينس ماتيريال؟ الريكويرمنت المطلوبة من الجيلاتين ماتيريال ان هي تكون فوتوغرافيكال انرت، كيميكال انرت، ما مش هتتفاعل مع الراديوجراف. الحاجه الوحيده اللي هتتفاعل مع الاكس راي فوتونز هي السيلفر هالايت كريستلز. يبقى الجيلاتين ماتريز مطلوب منها ان هي تكون فوتوغرافيكال انرت، كيميكال انرت، بعد كده مع الكيميكال البروسيسنج سوليوشن السوائل بتاعه التحميض مش مطالب منها ان هي تتفاعل معاها. الجيلاتين ماتيريال مطالب كمان ان هي تعمل ايفن ديستريبيوشن اوف السيلفر هالايت كريستلز. لازم السيلفر هالايت كريستلز اللي هو هيتفاعل مع الاكس راي فوتونز لما تيجي تعمل هيتنج، تعدي من الاوبجكت وتعمل هيتنج للفيلم، الفيلم بتاعي، لازم يكون في ايفن ديستريبيوشن، يعني عدد الجرانيولز بتاع السيلفر هالايت كريستلز متوزع على جميع اجزاء الفيلم بالتساوي. ودوت علشان انا مش عارف الفيلم او الاوبجكت بتاع الدينستي بتاعته فين، فين الاماكن الراديو اوبيك، فين الاماكن الراديو لوزنت، الاكس راي هيحصل لها اكتيفيشن فين. فانا بعمل ايفن ديستريبيوشن، توزيع متساوي من السيلفر هالايت جرانيولز على الفيلم بيز بتاعي، على مغطيه جميع الفيلم. ما ينفعش يكون في اي سطح عليه جيلاتين ماتيريال وزود سيلفر هالايت كريستال. يبقى الجيلاتين ماتريكس بتكون فوتوغرافيكال انرت، كيميكال انرت، دايمنشنال ستيبل. لازم تكون تعمل ايفن ديستريبيوشن اوف السيلفر هالايت كريستالز اول اوفر السيرفيس بتاع الفيلم بيز بتاعي. كمان الجيلاتين ماتيريالز ديت وظيفتها كمان هي بتعمل سوولن او امبيبيشن، بتعمل ابزوربشن للكيميكال بروسيسنج سوليوشن عشان تاكسبوز ات نير السيلفر هالايت كريستالز، فتقرب الاكشن بتاعها او تقرب السائل بتاع التحميض دوت جنب السيلفر هالايت كريستالز، فيدينا الرياكشن بتاعه او التفاعل بتاعه سريعا. يبقى الجيلاتين ماتيريالز بتعمل even distributions of silver halide crystals all over the film base، dimensionally stable، photographically inert، chemically inert، ما بتتفاعلش لا مع الأحماض ولا مع الإكس راي فوتون،
قلنا تاني آخر حاجة إن هي بتعمل imbibition أو absorptions للـ chemical processing solution علشان تexpose الـ solutions near silver halide crystals وبالتالي تدي الأكشن بتاعها. طيب الطبقة الأخيرة عندنا هي البروتكتيف لاير. البروتكتيف لاير ديت بتبقى thin، تبقى transparent clear، وظيفتها ان هي بتعمل protection للجيلاتين او للإيمولشن لاير ان هي يحصلها scratching او يحصل فيها tear اثناء الهاندلنج بتاعنا اثناء التحميض. تمام. طيب اول ما بيحصل عملية الايمجينج، بيكون الايمج بتبقى مكونة على السيرفيس بتاع الفيلم اسمها latent image. يعني ايه latent image؟ يعني صورة invisible او صورة كامنة، ما اقدرش ان انا اعمل الفيلم بتاعي بعد ما اخلص عملية التصوير وقبل ما انتقل لعملية التحميض اقدر اطلع الفيلم بتاعي من الباكت بتاعته او الكفر بتاعه واشوفه تحت اللايت واشوف لا ده انا عندي هنا كيرز، لا ده انا عندي هنا اندو. ما ينفعش بعد ما حضرتك طلعت من أوضة التصوير، يبقى بعد ما طلعنا من أوضة التصوير والفيلم بتاعنا اتعرض للإكس راي فوتونز، ما أقدرش الصورة اللي اتكونت عليه اسمها latent image وليست visible active image. حضرتك تقدر تعمل لها interpretation، يبقى اسمها latent invisible image. كل اللي بيحصل فيها ببساطة ان الاكس راي فوتونز بتخبط الاوبجكت بتاعك اللي هو سواء كان الفيرست مو وات ايفر، يعني الاوبجكت بتاعنا كان ايه، هتخبط الاوبجكت بتاعنا وتبدأ تنقل الصورة اللي لقتها الاكس راي فوتونز بنفس الترتيب اللي شافته، بيتنقل على الايمج ريسبتورز او الفيلم الاكس راي فيلم بتاعك وبيتكون عليها صورة اسمها latent image. لازم في المرحلة دي latent image الفيلم دوت عشان يتحول ل visible active image يمر بآخر مرحلة في عملية التصوير اللي هي الفيلم processing. فعشان كده في الوقت ده احنا بنسمي الصورة اللي كونت دي latent image. مجرد ان الاكس راي فوتون عدى على فيلم بيز اخترق البروتكتيف لاير وصل للايمالشن لاير، لو الاكس راي فوتونز وصل لحد السيلفر هالايت كريستلز هيبدأ يعمل ايه؟ بيبدأ يعمل ايونيزيشن، يديني انرجيزايزد سيلفر ايونز وبروميد ايون. يبقى هو كسر الرابطة بين السيلفر وبين البروميد واداني سيلفر ايون وبروميد ايون، وهو ديت الصورة اللي بيبقى موجود عليها latent image. هنا بيحاول يورينا قطاع ان انا عندي latent image لو الاكس راي فوتون قابل اير او سوفت تيشو، فبالتالي الاكس راي هتنتقل بالكامل الى السيلفر الى هتنتقل بالكامل الى الاكس راي فيلم، وبالتالي هتعمل اكتيفيشن لكميه كبيره، يكاد يكون ان هو يعمل اكتيفيشن لنسبه كبيره جدا من السيلفر هالايد كريستلز. تقدر تقول 40 او 50% من السيلفر هالايد كريستلز حصل لها ايونيزيشن. اما لو عدت على بون وده بيبقى هارد ستراكشر، فان جزء بسيط جدا جدا من الاشعه هو اللي بيوصل بيأكتف حوالي 10% مثلا من السيلفر الهالايد كريستلز، هو ده اللي بيحصل لها ايونيزيشن. اما لو عدت على امالجم او ميتال فما فيش اي، فده هيحصل امتصاص كامل لجميع الاكس راي فوتونز ومش هيوصل منها اي حاجه، وبيفضل السيلفر هالايد كريستال على سطح اللي على سطح الايمالشن لاير او على سطح الفيلم بيز كلير وزاوت اني ايونيزيشن. دي الصوره اللي احنا بنجد عليها الليتنت ايمج. طيب بعد كده ايه هي انواع الدنتال اكس راي فيلم اللي احنا بنتعامل معاهم؟ بنتعامل مع انترا اورال فيلم، اكسترا اورال فيلم. السايزز بتاع الانترا اورال فيلم بيتراوح عندي في الويدث بتاعه من 22 ل 31، اللينس بتاعه بيتراوح من 35 ل 54، بيقسموها لسايز 0، سايز 1، سايز 2، سايز 3، واخيرا سايز 4. هنعرف الانديكيشن والسايزز بتاعنا قدام. اما الاكسترا اورال فيلم، الاكسترا اورال فيلم بيبقى موجود في ريجيد هولدر. الريجيد هولدر ده بيسموه كاسيت هولدر. كاسيت هولدر في منه فليكسبل كاسيت هولدر وفي منه ريجيد كاسيت هولدر. الانترا اورال فيلم، الانترا اورال فيلم عندنا هي ليها رابنج. الفيلم بيز يا جماعه اللي احنا شفناه اللي هو بيكون من الادهيسيف والبروتكتيف والايمالشن لاير مش موجود بيرد كده. لو موجود بيرد كده هيتعرض للفيزيبل لايت بتاعنا، للنيون، الضوء، اللمبه بتاعتنا، الاضاءه العاديه بتاعتنا، الاضاءه ديت او اليو في عموما هو سنسيتيف جدا للفيلم بتاعك. ما ينفعش الفيلم بتاعنا يبقى اكسبوزد كده، لازم الفيلم بتاعنا يبقى موجود له رابنج او كفرنج. فهنلاقي ان الفيلم ليه باكج على التوالي اسمها اوتر باكت رابنج او انفلوب، بعد كده بلاك بيبر، بعد كده الفيلم بيس في المنتصف، واخيرا الليد فويل. الاوتر بلاك بيبر او اللي بيسموه الانفلوب ده بيبقى سوفت بلاستيك راب
السوفت بلاستيك راب دوت بيبقى مقسوم لتو سايد، بنسميها احنا اكسبوجر سايد ونون اكسبوجر سايد، او اللي بيسموها الاكسبوجر سايد ده دايما بيسموه سموث سايد او تيوب سايد. السايد التاني بيسموه الليبل سايد. الليبل سايد ده بيبقى فيه النهايه بتاعت شكل الانفلوب، وبيبقى تو كلر، دايما بيبقى تو كلر، بيبقى فيه كل الانستراكشن، كل المانيفاكتشرنج انستراكشن بتبقى مكتوب عليه. نشوف على طول على الفيديو افضل، هنبدأ نشرح عليه كل المكونات. هنا هو بيقول لك ان ده التيوب سايد او الاكسبوجر سايد، شايفين هو بيبقى سموس، بيبقى كلير، مفيش عليه اي ليبلز. لكن ده الليبل سايد، الليبل سايد بيبقى فيه شكل الانفلوب عندنا زي ما احنا شايفين، بيبقى فيه شكل الانفلوب، وبيبقى باي كلر، دايما اللون التاني دوت اللي هو بيكون جرين او بيكون بلو، بيبقى انديكيتنج للنوع بتاع الفيلم بتاعنا. وفي النهايه بتاعته بيبقى فيه شويه انستراكشنز اللي هو اسم الشركه، الكودك، السبيد بتاعه الفيلم بتاعتي. طيب اول مكون عندي في الرابنج، لو انا اخدت من عند الانفلوب ورفعت الانفلوب، بيبقى اول جزء ده اللي هو اسمه اوتر بلاستيك راب، ده اسمه الاوتر بلاستيك راب. ده طبعا بيعمل بروتكشن، بروتكت الفيلم فروم السلايفا، ان يحصل سليفري انجرس، وطبعا من الايه، من اللايت انجرس، وما يحصلش برضو لايت ليك. تاني مكون عندنا اللي هو اسمه بلاك بروتكتيف بيبر. البلاك بروتكتيف بيبر دي بتبقى عامله زي الانفلوب، برضو بتبقى عامله زي الظرف، ليها سطحين، ادي بلاك بروتكتيف بيبر وادي بلاك بروتكتيف بيبر، والفيلم بيز موجود في النص، والنهايه دي بتبقى عامله زي الظرف، او زي الظرف كده صغير بيبقى قافل عليه، دي اسمها البلاك بروتكتيف بيبر. البلاك بروتكتيف بيبر برضو هي بلاك عشان تمنع اللايت انجرس، وبرضو بتعمل بروتكشن من الميكانيكال ديستركشن، او ان يحصل فيه اي سكراتشنج او اي بندنج. يبقى انا عندنا اول حاجه اوتر بلاستيك بيبر، او بيسموها الفينايل بيبر على حسب الماده المصنع منها. تاني حاجه البلاك بروتكتيف بيبر عشان تعمل بروتكشن، بتبقى زي الانفلوب، ليها تو لايرز او مكونه من تو لايرز، وبتبقى في النص فيها الفيلم. اخر حاجه في البروتكشن عندك اللي هي الليد فويل. الليد فويل دي برضو بتبقى الليد فويل طبعا عشان بريفنت الباك سكاترينج اوف الراديشن، وبالتالي بتقلل بتقلل الفوجنج او الفوجنج اوف الفيلم، بيسميها الليد فويل شيت. الليد فويل شيت كمان بيبقى رقاقه من الفويل، بتدي شويه سترينسنج، لان هي طبعا بتبقى شويه هارد، فبتدي شويه سترينسنج للفيلم. بيبقى فيها الاجزاء دي بيسموها البون هايرنج، لو بالخطا الستيودنت حط السيرفس ده هو في التصوير، فاول حاجه بتقابل الاكس راي فودنز هو الجزء ده، فساعات البرنت بتاع شكل ليد فويل النقط الصغيره دي بيسموها البون هايرنج، بتبان على الفيلم، وده هوريه لك في سلايد قدام. تاني بيعيد تاني مكونات اوتر بلاستيك بيبر، بعد كده بلاك بروتكتيف بيبر، تاني او الاوتر بلاستيك بيبر، بعد كده بلاك بروتكتيف بيبر، بعد كده الفيلم بيز، هنا الليد فويل، ده النون تيوب سايد او اللي بيسموه الليبل سايد. احنا قلنا الليد فويل وظيفتها ايه، قلنا ان الليد فويل اللي هي موجوده في نهايه الفيلم في النون تيوب سايد، هنا ده المفروض التيوب سايد، الاوبجكت موجود في النص، الاكس راي هيعدي يخبط الاوبجكت بتاعي يوصل للفيلم ريسبتورز، او الفيلم الايمج ريسبتورز، او الفيلم بتاعي، ويبدا يكون عليها الصوره. طيب في جزء من الاكس راي هيعدي، في جزء من الاكس راي هيبدا يحصل له سكاترنج. طب انا مش عايز السكاترنج ده مثلا يخبط في بون او يخبط في ميتال ويبدا يحصل له باك سكاترنج ويرجع لي تاني على الفيلم من ورا. طيب امنع الباك سكاترنج ده ازاي؟ بالليد فويل اللي موجود. يبقى
يبقى الليد فويل ده منع السكاترد راديشن ان هي ترجع تخبط الفيلم بتاعي، وخلى بس كل الفيلم كل الفوتونز اللي عدت على الاوبجكت بس هي اللي تستقبل على الايمج، وبالتالي منع الفوجنج اوف الفيلم. يبقى هو منع السكاترد او السكندري راديشن ان هي ترجع تاني وتعمل لي فوجنج في الفيلم بتاعي. لو هنا الدكتور عمل ريفيرزد فيلم، يعني ايه ريفيرزد فيلم؟ يعني هو خلى الليد فويل هي اول حاجه تقابل اول حاجه، او النون تيوب سايد اللي هنسميها الليبل سايد هي اللي تقابل الايه، هي اللي تقابل هي اللي تبقى ريستنج على التوس بتاعت حضرتك، فالاكس ري فوتونز تقابل اول حاجه الليد فويل، فبيبدا يظهر شكل الليد فويل على ايه، على الفيلم. تمام، ده بنسميه ريفيرزد فيلم او باك سايد فيلم. طيب التايب اوف الانترا اورال فيلم، يبقى احنا كده اخذنا الفيلم، اخذنا قطاع في الفيلم في الفيلم نفسه، وعرفنا ان الفيلم بيتكون من بروتكتيف لاير وادهيسيف لاير وفيلم ايمالشن، وفي النص الفيلم بيس. عرفت ان الفيلم بتاعي ليه رابنج، وان الرابنج بتاعه بيبقى على التوالي اوتر بلاستيك راب، بعد كده بلاك بروتكتيف بيبر، بعد كده في النص البلاك بروتكتيف بيبر بتبقى مكونه من طبقتين عشان تعمل هاوسنج للفيلم بيس بتاعي في النص، بعد كده الليد فويل، ونقفل الفيلم بتاعي اللي هو بيبقى شكل الانفلوب. الاوتر بلاستيك راب من الخارج دي بتبقى مكونه من طبقتين اتنين، يبقى ليها تيوب سايد تيوب سايد او اكسبوجر سايد، والسايد التاني اللي هو اسمه الليبل سايد. التايب اوف الانترا اورال فيلم، عندنا ان الانترا اورال فيلم بيقسم الى بريبيكال فيلم، بايت وينج، وي اوكلوزال فيلم. هنشوف كل واحد نعرف الانديكيشن بتاعه ايه، هو بيشوينج ايه. كلاسيفيكيشن تانية للانترا اورال فيلم، ان احنا بنقسم الفيلم على حسب السبيد، على حسب السايز، على حسب النمبر اوف الفيلم. الكلاسيفيكيشن للفيلم ده مثال، ده صوره للبريبيكال فيلم، ده صوره بايت وينج فيلم، وده الاوكلوزال فيلم. البريبيكال فيلم المفروض ان هو بيشوينج ايه، بيشوينج الابيكال باثولوجي، الابيكال والبالب بتاعنا والروت والكراون بتاع التوس. فبالتالي على مستوى الكراون السايزز بتاعه البريبيكال فيلم هي نفس، عندنا نمبر 0 اللي هو بيبقى 22 ب 35، ده دايما بيستخدموه للتشايلد. نمبر 1 بيبقى لو ادلت الماوس بتاعه ناره شويه بيبقى 27 في 54، سايز 2 ده الستاندرد للادلت فيلم، 31 في 41. البريبيكال فيلم بستخدمه عشان ايه؟ يبقى دايما البريبيكال فيلم عشان تشوف الانامل، اشوف الانامل هو نورمال ريدي اوبيك ولا في كيرز ولا في انامل هايبوبليجيا، لا ده عنده ايه، اميلوجينيسيس امبرفيكتا ولا كونجنيت سيفلس. طب الدنتين كذلك، الدنتين هل هو ريديو اوبيك عادي الدنسي الطبيعيه بتاعته، ولا في كيرز، ولا في دنتوجينيسيس دنتينوجينيسيس امبرفيكتا، ولا دنسي اندنتي زي ما هو متوضح في الصوره دي، ده صوره ده شوينج الدنسي اندنتي توس وزن توس، او ان في انترنال ريزوربشن بتلاقي ان البلب عند حضرتك مش بس باين ريديو لوسنت، بيبقى انكريزد شويه. البلب طبعا بيبان ريديولوسنت عندنا لانه حاجه سوفت، بيبان هشوف هل انا عندي نورمال بلب، ولا انا عندي كالسيفيكيشن في البلب، ولا انا عندي شيل توس. سيمنتم كذلك، السيمنتم هو نورمالي ولا في هايبر سيمنتوزس، ده بيبان في الايبكس، ولا في عندي سيمنتوما بتبقى ريديو اوبيك ماز موجوده في الايبكس بتاع الروت. بشوف البي دي ال سبيس، هل انا عندي وايدنج في البي دي ال سبيس، ولا هي نورمالي، ولا في عندي انكيلوزس اللي هو في فيوجن، مفيش اصلا بي دي ال سبيس وفي فيوجن بين اللامينا ديورا او البون والتوس. تمام، اللامينا ديورا، اللامينا ديورا هل فيها ثيكنينج، هل انا عندي ريديو اوبيك كلير لاين بتاع الريديو اوبيك، ولا فيها مشكله فيها ديسكونتينيوتي اوف ذا لامينا ديورا. كل دي حاجات بتبين اذا كان عندك باثولوجي او الالفيولار بون، الالفيولار بون بالترابيكيوليشن الطبيعيه بتاعته، والنورمال اناتوميكال ستراكشرز اللي انا ممكن اشوفها زي هنا مثلا دي النيزل فلور وبدايه النيزل ساينس، هنلاقي هنا في زي انترسبت كده، هنا نهايه النيزل فلور وهنا بدايه النيزل ساينس. البايت وينج فيلم، البايت وينج فيلم دوت بيبقى فيلم بيبقى انترا اورال فيلم شوينج الكرونال توسيرد بتاع الابر والكرونال توسيرد بتاع اللور تيس. طيب التارجت او الانديكيشن دايما في البايت وينج فيلم ان احنا بنشوف الانيشال انتر بروكسيمال كيرز، لان هو دايما بيبقى واخد الكرونال توسيرد، فيبقى دايما التارجت او الايم بتاعي ان انا اشوينج الانتر بروكسيمال كيرز. لو في عندي اوفر هانجنج روستريشن في الامالجم اقدر اشوفها، لو عندي اوفر كونتورد كراونز، لو الكراونز مش نورمالي كونتورد اقدر اشوفه، لو في عندك حاجه في الالفيولار بون في بونلوس او في اي حاجه كريستال بونلوس او بدايات بوكيت تبدا تشوفها او تدايجنوز، اقدر اشوف البروبر الاينمنت بتاع الديسيدوس تيس مع السكسسورز بتاعتها طالعه في نفس الالاينمنت ولا في امباكشن او هي موجوده ايبيكالي شويه. اقدر اشوف السايز بتاع البالب هورن، هل هو في حالات اليونج ايدج شويه بيبقى البالب هورن وايد وبرود وقريب جدا في الكراوند.
بنعمل detection into proximal caries, overhanging restoration, estimation للsize بتاع البالب, البالب chamber والبالب horn, detection للinterproximal crystal alveolar bone لو في عندي bone loss هيبقى indication عندي periodontal disease, الميليشال position بتاع permanent teeth والsuccessor بتاعه يعني البيرمننت اللي هو الديسيدوس والsuccessor بتاعها البيرمننت لو انا عندي interproximal calculus او لا. ماشي, هنا الصورة هي detection of the proximal caries by bite wing radiograph compared to the periapical radiograph. ازاي ان البيريابيكال radiograph لان هو showing area crown root وبون وبيدي ال area فما كانش focused قوي على الانتر proximal area زي ما هو كان واضح في البايت وينج اكس راي. شايفين الفرق؟ دي تعتبر لنفس التوس. نيجي لتالت نوع في الانترا اورال والاخير الاوكلوزال فيلم. الاوكلوزال فيلم ده بستخدمه عشان يبين لي الاناتوميكال ستراكشرز او باثولوجيكال كونديشن موجوده في المجزلة او المندبول لانه بيجيب الجو ان باكولينجوال دايمنشن, فبالتالي لما تشوف الجو بتاع حضرتك في الباكولينجوال دايمنشن على مستوى الابر جو هقدر اشوف الامباكتد او السوبر نيمراري تيس والبوزيشن بتاع الامباكشن بتاعها, اقدر اشوف لو في فراكشر في المجزلة, لو في سيست عندي زي الميد باليتال سيست, هقدر اقيم ايه كمان, اقدر اشوف لو في ليجن مثلا عندي سيست او عندي تيومر ايه هو الباكولينجوال دايمنشن, لو في فراكشر الدايمنشن بتاعه قد ايه. على مستوى اللور اقدر اشوف على مستوى اللور جو كمان بقدر اشوف الايه, بقدر اشوف السليفري جلاند ستون وتشوف تشوف سليفري جلاند ستون بالدايمنشن بتاعها والفراكشر في المندبل, detection of الباكولينجوال دايمنشن, الشيب بتاع الدنتال ارش بتاعنا لو في عندنا فورين بودي زي البروكن نيدل, لو في عندنا ستون في الدكت, لو في عندنا امباكشن, لو في عندنا سوبر نيومرال. كلاسيفيكيشن اخرى للانترا اورال فيلم, احنا عملنا له كلاسيفيكيشن انا عندي بريابيكال وعندي بريابيكال فيلم, عندي بايت وينج فيلم وعندي تالت نوع كان اوكلوزال فيلم. كلاسيفيكيشن اخرى ان انا عندي الانترا اورال فيلم اقدر اقسمها على حسب السبيد او السنسيتيفيتي. يعني ايه فيلم سبيد؟ يعني درجه حساسيه الفيلم للايمج او الاكس ري فوتونز اللي واصله له, يعني انت محتاج ان انت تقعد ثانيتين ولا ثلاث ثواني عشان تقدر تطلع لي ايمج بجود ريزوليوشن. هنا الفيلم اللي هو ليه فاست سبيد هيبقى محتاج لو اكسبوجر تايم تو بروديوس ستاندرد دينستي اوف ذا ايمج, سلو فيلم ريكوير لونجر تايم اوف اكسبوجر تو بروديوس ذا سيم ستاندرد كواليتي. طب ايه هي العوامل اللي بقدر اوفرها في الفيلم عشان اخليه وذ فاست سبيد او وذ هاي سبيد؟ الفاكتورز هي ان انا اوزع الفيلم ايموشن او الكوتينج بتاعي على وان سايد ولا على بوث سايد. هي دي هتفرق؟ اه طبعا, لو حضرتك حطيت على البوث سايز ده هتخلي الفيلم بتاعك فاست اور ميديوم ان ذا السبيد بتاعته او سنسيتيفيتي بتاعته. السايز بتاع السيلفر هالايد جرينز, اللارجر جرينز بتدينا مور سنسيتيف او مور رابيد فيلم, لكن اللارجر جرين او اللارجر سايز اوف ذا جرين هتدي لك صح ايمج في وقت قصير, وده هيبقى جزء من الراديشن بروتكشن تحميه البيشنت ان هو يتعرض للاكس راي فوتون لمده اطول, ولكن الريزوليوشن او الايمج كواليتي ما بتبقاش زي السمولر. يعني لما تاخد الحاجة على الهادي بسمولر سيلفر هالايت كريستال هتقدر تطلع اوتلاين افضل كتير من اللارجر سيلفر هالايت كريستالز. طيب ايه هي السبيدز المتوفرة معنا؟ عندك السبيد في سبيد A, سبيد B, سبيد C و D و E واخيرا F. دايما الحاجات اللي هنستخدمها في الانترا اورال سايد هتلاقينا مثلا سبيد D اللي هي الترا سبيد, سبيد E, اكتا سبيد, و F دي غير متوفرة. دي وإي هما دايما اللي هتلاقوهم في السوق, ودي دايما كودك هي اللي بتوفر لك الإي اللي هو الإكتا سبيد, والدي اللي هو الألترا الدي اللي هو ألترا سبيد, والإي اللي هو إكتا سبيد. طيب احنا كده اتكلمنا على الانترا اورال فيلم, امال الاكسترا اورال فيلم؟ قال لك الاول في كلاسيفيكيشن ثانيه للفيلم ان احنا بنسميه سكرين فيلم او نون سكريند فيلم. يعني ايه سكرين دي فيلم ويعني ايه نون سكرين دي فيلم؟ او بيسموها دايركت فيلم او اندايركت فيلم. هنقول ان السكرين دي فيلم هي اندايركت فيلم, هي الاكسترا اورال فيلم, والدايركت فيلم هي النون سكرين دي فيلم, هي الانترا اورال فيلم. ايه يا دكتوره ده انا مش فاهم اصلا كلمه يعني ايه سكرين؟ ما هو كلمه سكرين دي معناها ان انا عشان استخدمت وسيط اسمه الانتنسيفاينج سكرين عشان اطلع الايمج بتاعتي, وده دايما بستخدمه في الاكسترا اورال فيلم.
وايه هي الانتنسيفاينج سكرين؟ هي عباره عن الفلوريسنس، هي عباره عن فوسفورس لاير او فلوريسنس لايت، اللي هي فيلم بيطلع فلوريسنس لايت، فيلم بيشاع فلوريسنس لايت لما بيتعرض للاكس راي فوتو. طب ايه القصه دي وايه اللي انا محتاجه؟ ده اللي احنا هنشوفه قدام. يبقى عشان نبقى عارفين، النون سكريند انترا اورال دايركت فيلم، وعندي السكريند اكسترا اورال ان دايركت فيلم. تمام. الاكسترا اورال فيلم ده قطاع في الاكسترا اورال فيلم، بيبقى عندي الفيلم اهو، ده الفيلم اللي احنا خدناه في الاول، اللي هو بيبقى فيلم بيز، عليه ادهيسيف لاير، عليه ايمالشن لاير، وعليه بروتكتيف لاير. فوقيه بقى، فوقيه حطيت عندي الفوسفورس لاير اللي هي الانتنسيفاينج سكرين. الفوسفورس لاير ديت اللي هي الانتنسيفاينج سكرين لاير دي ليها بيز وليها ريفلكتيف لاير وليها بروتكتيف لاير، ليها ريفلكتيف لاير وليها بروتكتيف لاير. الانتنسيفاينج سكرين بتتكون من بروتكتيف لاير، فوسفورس لاير، وبيز. المفروض ليها بروتكتيف لاير، فوسفورس لاير، وبيز. المفروض في بعد الفوسفورس لاير في طبقه في النص هنا قبل البروتكتيف اسمها ريفلكتيف لاير، ده هيبان في القطاع اللي جاي. وبعدين الكاسيت بقى من بره، الكاسيت ده حضرتك ده الاوتر كيسنج اوف الكاسيت، وبعد كده الكاسيت ده متبطن من الداخل بفوم لاير، فوم، طبقه فوم كده عشان تدعم لنا الايه الفيلم ما يحصلش فيه سكراتشنج. يبقى تاني هنا ده انواع الكاسيت، عندك ريجيد كاسيت، ريجيد كاسيت هتلاقي من بره الكاسيت بتاع حضرتك اللي هو الريجيد ده مصنع من الميتال، ومن الداخل فيه طبقه ناعمه صغيره كده اسمها الفوم، طبقه فوم صغيره عشان تدعمها. وبعد الفوم لاير هنلاقي عندي الانتنسيفاينج سكرين. الانتنسيفاينج سكرين بتتكون من بيز وعليها فوسفورس لاير وعليها بروتكتيف لاير. انتنسيفاينج سكرين من هنا، وانتنسيفاينج سكرين من هنا، وفي النص الفيلم بيز بتاعي. الكاسيت اللي هو العلبه اللي هيتحط فيها الفيلم بيز بتاعه حضرتك، في منها ريجيد وفي منها فليكسيبل. الاكسترا اورال فيلم بتتحط في علبه غير الرابنج اللي احنا قلنا او الباكجنج اللي كان في الانترا اورال فيلم. هنا عندي كاسيت، الكاسيت ده هو ده العلبه اللي بيتحط فيها الاكسترا اورال فيلم الكبير اللي هيصور لنا الاكسترا اورال ريجون. طيب الاكسترا اورال فيلم الكبير ده بيتحط فيه كاسيت اسمه ريجيد كاسيت او فليكسيبل كاسيت. الكاسيت ده بيتكون من ايه من جوه؟ لو فتحت وخدت قطاع كده فيه هتلاقي عندك طبقه فوم صغيره فوقيها الانتنسيفاينج سكرين، ومن الناحيه الثانيه طبقه فوم وفوقيها الطبقه البيضه ديت اللي هي اسمها الانتنسيفاينج سكرين. طب لو خدت قطاع في الانتنسيفاينج سكرين هشوف ايه؟ اللي هنشوفه هنا، شغل الفيديو. الانتنسيفاينج سكرين بتتكون من بيز، البيز دي بتتكون من بولي استر سمكها 25%، وظيفتها ان هي بتعمل ميكانيكال سبورت تو ذا سكرين. بعدها دي احنا دلوقتي واخدين قطاع في الانتنسيفاينج سكرين. بعد البيز على طول في طبقه اسمها ريفليكتنج لاير، الريفليكتنج لاير دي بتتكون من تيتانيوم دايوكسيد سمكها 25 من 1000 ملم، وظيفتها انها بترفليكت اللايت فروم الفوسفورس لاير، بتعكس الضوء اللي وصل من الفوسفورس لاير. طب ايه الفوسفورس لاير؟ الفوسفورس لاير ديت هي بتتكون من بلاستيك، هي متصنع من ماده كالسيوم تنجستيت او رير ايرث، اما ان هي الكالسيوم تنجستيت اللي هو بيبقى لونه بلو، او الرير ايرث بيبقى لونه جرين. وظيفتها ان هي بتعمل ايه لما بتكسبوز للاكس راي فوتون، لما بتتعرض للاكس راي فوتون بتطلع سيفرال لايت فوتون. طب وظيفه يعني انا استفدت ايه لما حطيت الانتنسيفاينج سكرين؟ الانتنسيفاينج سكرين ديت هي ماده هتتعرض للاكس راي فوتون فبتطلع فلوريسنس لايت. فلوريسنس لايت ده فيزيبل لايت، الفيزيبل لايت ده في فرق في الانتنسيتي بينه وبين الاكس راي فوتون. فالاكس راي الفوتون لو عندي فوتون واحد يقابل 10 فوتون فيزيبل لايت او فلوريسنس لايت، يبقى انت عملت دوبليكيشن او مالتي او ماجنيفيكيشن للراديشن فوتون او الاكس راي فوتونز اللي انا حصلت عليه. يبقى الفوسفورس لاير هي عملت ماجنيفيكيشن للفوتونز اللي خدتها. يعني انا اكس راي فوتون خبط مثلا البي دي ال او خبط اي ستراكشر وطلع لي وصل لي الفيلم اكس راي فوتون واحده، هتوصل للفوسفورس لاير فتبدا الفوسفورس لاير توصلها للفيلم بيز اللي موجود في النص، مش هتوصل له فوتون واحد، ده هتوصل له 10 فوتون، فتبدا الصوره بدل ما هتبقى واخده 1 مللي هتاخد 10 مللي. تمام، فاصبح في ماجنيفيكيشن في الفيلم بتاعي. المكون اللي بعد كده
احاول اشغل الفيديو. بعد كده بروتكتيف لاير، بروتكتيف لاير متكون من بولي استر سمكه 8/10 مايكرون، بي برضو محظوظ تو بروتكشن زي البروتكتيف لاير اللي هناك، بروتكتيف فوسفورس لاير اند بروفايد ا سيرفيس تو بروتكت. طيب هنا دلوقتي الاكس ري فوتون اهو، الاكس ري فوتون عدى من الكاسيت هولدر وصل للبيز، وصل للفوسفورس لاير. الفوسفورس لاير هتبدا تاخد الاكس ري فوتون ده تحوله لايه؟ تحوله للاي فيزيبل لايت. بس الاكس ري فوتون هو نفس الانتنستي؟ لا، هتبدا تحولت الاكس ري فوتون الواحد اللي جه لكام واحد؟ 1 2 3 4، يبقى عندي 7 اكس ري فوتون. فشايفين الصوره هنا هتكون على فيلم بيز بدايمنشن قد ايه؟ بدل ما كانت هتبقى اكس ري فوتون واحده، لا. وهنا بقى، هنا بقى هو المفروض الفيلم بيز موجود عند حضرتك فيه فوق انتنسيفاينج سكرين من فوق ومن تحت، بالتالي الايمج هنا بيحصل فيها ماجنيفيكيشن اند انشاربنس اوف ذا ايمج. يبقى اذا البانوراما مثلا على سبيل الاكسترا اور فيلم بيحصل فيها ماجنيفيكيشن اند انشاربنس اوف ذا ايمج. طب انا استفدت ايه لما عرفت فيه ماجنيفيكيشن؟ يبقى ما ينفعش اروح اقول لك انا هقيس وركينج لينس بتاع سنة اندو على مين؟ على اكس، على على بانوراما. ليه؟ لان فيها ماجنيفيكيشن. تمام. ده شكل البانوراما. طيب انا ليه عملت كل ده يا دكاتره تفتكروا؟ ليه خليت الاكسترا اورال فيلم مش زي الفيلم العادي؟ جبت كاسيت عادي بفوم من غير اي انتنسيفاينج سكرين وصورت عادي. هنقول لك كانت ايه المشكله اللي بتقابلنا. عشان تصور برود اريا من كوندايل لكوندايل بالفوتونز بالاكس ري فوتون، يبقى انت محتاج تقعد المريض ده ما لا يقل عن ربع او نص ساعه بيصور في بانوراما. يعني انت متخيل المريض ده هيتعرض لكمية اكس ري فوتون قد ايه؟
يبقى كده في اصبح هازارد على المريض علشان اقدر اصور له اكس راي فودون بدايمنشنز اكشوالي زي ما هي موجوده عنده. طب كان الوسيط ايه؟ كان الحل ان احنا نجيب حاجه تعمل تضاعف كميه الاكس راي، تضاعف كميه الايمج اللي موجوده، فتبدا تعمل لي صوره بالحجم الكبير وفي نفس الوقت اقدر اقرا عليها، لكن ما اعتمدش على الريال سايز بتاعها. تمام، ده كان الحل الوسيط. يعني انت تخيل ان انت لو عايز تعرض الاكسترا اورال فيلم لنفس الدوز لنفس الدوز بتاعه الانترا اورال فيلم، كنت هتلاقي ان الاكس البانوراميك اكس ري هتبقى قد كده، هتبقى قد بالظبط الفيلم بتاع الانترا اورال. هل هتقدر تعملها انتربريتيشن؟ لا. فعشان كده كان الحل الوسيط ان احنا نستخدم ايه، الانتنسيفاينج سكرين. بعد كده هنتكلم على الانترا اوراديوجرافيك تكنيك. في عندنا 3 تكنيك، البريابيكال عندنا في تكنيكس مخصوصه للبريابيكال راديوجراف، تكنيكس البايت وينج، وتكنيك للاوكلوزال راديوجراف. ايه التكنيك اللي بريابيكال راديوجراف؟ هنشوفه في الفيديو هنا. المفروض ان احنا عندنا 2 تكنيك بنصور بيه الانترا اورال، في حاجه تكنيك اسمه بارالينج تكنيك، وتكنيك اخر اسمه بايسكتنج انجل تكنيك. ايه هو تكنيك البارالينج تكنيك؟ هنا بيتكلم على البريابيكال تكنيكس. هنتكلم على اول تكنيك اللي هو اسمه البارالينج تكنيك، او الاسم الثاني بتاعه اللونج كون تكنيك، او الاكس سي بي اكستنشن كون بوزيشننج تكنيك. اكس سي بي لان انا بحتاج ان انا استخدم الاكستنشن كون بوزيشننج تكنيك، او ده ديفايس بحتاج ان انا استخدمه عشان اصور بالبارالينج تكنيك. البرنسبلز ببساطه بتاع البارالينج تكنيك، ان انا بعتمد على ان انا الايمج ريسبتورز او الفيلم بتاعي يكون بارالل تو لونج اكسس اوف ذا توث، وبالتالي السنترال راي اللي طالع من الكون بتاعي يكون بيرمنديكولار على اللونج اكسس اوف ذا فيلم، لونج اكسس اوف ذا توث واللونج اكسس اوف ذا فيلم، وبالتالي انا بضمن ان هيطلع لي الريال سايز او نفس الدايمنشنز بتاع التوث على الفيلم، يبقى احصل على الريال سايز، بحصل على الاكشوال دايمنشن او على شارب ايمج. الفيلم اللي انت بتستخدمه في البارالينج تكنيك واتيفر كان ديجيتال فيلم او كونفنشنال فيلم. امال البايسكتنج انجل تكنيك؟ لا، البايسكتنج انجل تكنيك هنا قلت لك انا مش هستخدم الاكستنشن كومبوزيشننج تكنيك دوت، لا ده انا هستخدم التكنيك العادي بتاعنا اللي هو البايسكتنج، اللي بيعتمد على نظرية تطابق المثلثات او الايزومتري. بيعتمد ان انا عندي مثلثين اتنين هحاول اطابقهم هما الاتنين عشان اضمن ان الصورة اللي هتطلع يكون فيها الفيلم والكون، الفيلم والتوث the same lens. هنا بخلي الفيلم بتاعي من غير ما استخدم جهاز احطه من بعيد كده عشان يبقوا هما الاتنين بارلل، لا هخلي الفيلم لازق في السلكس بتاع البيشنت، بخلي الفيلم لازق في السلكس بتاع البيشنت، وبالتالي هيبقى في زاويه اتخلقت بين اللونج اكسس اوف ذا توث واللونج اكسس اوف ذا فيلم. الزاويه ديت هتخيل ان عندي ايماجينري بايسكتنج لاين، الايماجينري بايسكتنج لاين ده هو اللي هيكون السنترال ريز بيرمنديكولار عليه، وبالتالي لو قفلت المثلث هنا وتخيلت ان انا عندي مثلثين هيبقى عندي ضلع مشترك. نرجعه تاني، هنا عيوب البايسكتنج هنشرحه في قطاع اخر قدام. مالتي روت التوس ما ينفعش استخدمه في المالتي روت التوس عشان بيحصل سوبر امبوزيشن، وده بعالجها بتكنيك اسمه البوزيشننج تكنيك او لوكاليزيشن تكنيك اللي هو السيم لينجوال اوبزيت باكل، وده هتاخدوه بالتفصيل في محاضره البري ابيكال.
البريبيكال راديوجرافيك تكنيك هنا بيعرفك ان انت ممكن ب 14 بريبيكال فيلم تقدر تصور فول ماوس. اول فيلم هيصور الفور انسايزرز، بعد فول فيلم الكناين، وبعدين 415، وبعدين 6 و 7، ودي حاجات دايما بيستخدموها في الرسائل. ده صورة تانية، نعم بيتكلم تاني عن التكنيكس بتاعت البريبيكال راديوجرافي. عندي بارلينج تكنيك، عندي بايسكتنج انجل تكنيك. البارلينج تكنيك انا بستخدم ديفايس اسمه الاكس سي بي او اكستنشن كومبوزيشننج تكنيك. الديفايس دوت هو اللي بيعمل هولدنج للفيلم بعيد عن السلكس عشان يحطه في الاينمنت يبقى بارلل تو ذا لونج اكسس اوف ذا توث، يتحقق الباراليزم بين الفيلم وبين اللونج اكسس اوف ذا توث، وعليه بيبدا ان السنترال ريت يبقى بيرمندكولار على اللونج اكسس اوف ذا توث وعلى الفيلم، ويطلع ذا سيم لينس اوف ذا توث على او ذا سيم لينس اوف ذا توث على الفيلم، وبالتالي بحصل على الاكوريت دايمنشن وشاربنس. طيب كانت صعوبته في ايه البارلينج تكنيك ده؟ اسمه ان انا ممكن يبقى اسمه رايت انجل تكنيك او لونج هون تكنيك. ده قطاع اخر بيوضح ان انا بستخدم اكس سي بي او الاكستنشن كومبوزيشننج ديفايس عشان احصل احط الفيلم في وضعيه يكون بارلل تو لونج اكس اوف ذا توث. ليه ما ينفعش احطه في السلكس؟ عشان عندي بون وسوفت تيشو هيخلق زاويه بين التوث وبين الفيلم، فبدات احطه بعيد شويه وبثبته بجهاز اسمه الاكس سي بي عشان اخلي اللونج اكس اوف ذا توث بارلل تو لونج اكس اوف ذا فيلم، وبالتالي الفيلم بتاعي. وساعات بيسموه لونج كون تكنيك عشان هنا البي اي دي بيبقى 16 انش او بيسموه 16 تارجت فيلم ديستانس، بيبقى اللونج كون بيبقى الكون بتاعي لونج عشان اضمن الباراليزم ان انا الفيلم الراديشن اللي جايلي تبقى مور سنترلايزد واقل دايفرجن، ليس دايفرجن، مفيش عندي دايفرجن. هنا بيبقى ده الهيد بوزيشن، البيشنت قاعد في ابرايت بوزيشن، وده شكل الكون، وهنا ببقى مستخدم الاكس سي بي. طب ايه الاكس سي بي يا دكتوره؟ اهو رينن اكس سي بي اكستنشن كون بوزيشننج ديفايس. ده فور انتيرو، ده شكله في الانتيرو، بيبقى الفيلم سبورت او الفيلم الجزء اللي بيسند عليه الفيلم بيبقى موضوع فيرتيكال، لان الفيلم هنا بيبقى فيرتيكال وهنا الفيلم في البوستيرو بيبقى هوريزونتال، فتلاقي الفيلم بيبقى هنا نايم شويه وهوريزونتال. كلر كودنج الازرق للانتيرور والاصفر للبوستيرور. هنا بيتكون من ايمنج رينج. الايمنج رينج دي دايره اللي بتبقى واخده بتبقى واقفه قدام البي اي دي بنفس الدايمنشنز بتاعت البي اي دي. هنا في عندي الكونكشن ديت ميتال ارم، ميتال ارم عشان يوصل للايمنج رينج. دي بايت بلوك البيشنت بيعض عليها، ودي الكارير او الهول الباك اللي بيبدا الفيلم يريستنج عليها. نفس الكلام ايمنج رينج ميتال، الايمنج رينج والميتال ارم والبايت بلوك والهولدنج او الباك الكارير بتاع الفيلم. هنا احنا قلنا ان الازرق انتيرور، الاصفر بوستيرور، هنا عشان البايت وينج، واحده علشان الاخضر، الاخضر مش متذكره قوي الاخضر عشان ايه، بس هي بتبقى كلر كودد كل واحده مخصصه لاريا معينه. ليه لونج كون تكنيك؟ علشان اضمن بيبقى 16 انش عشان اضمن ان يجي لي ان شارب ايمج، على اساس ان ابعد تماما عن نون دايفرجنت اكس راي فيلم، اخد الموست بارالينج فيلم الموست بارالايزد. اهو هنا بيقول ان انا الكور ما يكون more closer to the teeth increase the sharpness and decrease the magnification. تمام، الأصفر 8 والأخضر هو 16. هنا المسافة من الأخضر هنا بتكون، ها شايفين التوث دي الإيمج وده الريال توث ذا سيم لينس، لكن لما استخدمت التارجت 8 انش، لما استخدمت الاوبجكت فيلم او الاوبجكت تارجت ديستانس صغيره 8 انش، بدا يحصل لي ماجنيفيكيشن لانه اخد مور دايفرجنت، وصلت له كميه دايفرجنت كبيره. تمام، اوبجكت فيلم ديستانس. طب صعوبه البارلينج كان في ايه بقى يا دكاتره؟ ده بارلينج في انتيور، ده اهو شكل الكون، شكل الاكس سي بي، ماكسيلري انسايزرز. صعوبته كانت ان هو محتاج اكسبرتيز، محتاج الاوبريتور يكون عنده مور بروفيشن، والبيشنت كمان كان ساعات بيبقى انويد جدا من الاكس سي بي. لو البيشنت كان عنده بلاتال توراي او كان عنده بلاتال تورس بلاتينس، هيبقى صعب جدا انك تعرف تعمل ادابتيشن للبوزيشن بتاعك او للديفايس بتاعي دوت. كل دي كانت صعوبات بتقابلني في الاكس سي بي، غير ان الاكس سي بي ديفايس ده نفسه طبعا بيبقى غالي على الاوبريتورز، بيبقى طبعا فلوس، محتاج فلوس. دي كلها عوامل كانت بتقلل من
استخدام البارلينج تكنيك هنا على جميع أجزاء الأسنان. بايسكتنج أنجل تكنيك بيعتمد على نظرية تشابه المثلثات. هنا الموست السنترلايزد فيلم بتكون بريبنديكولر على الايماجينري بايسكتنج لاين. الايماجينري بايسكتنج لاين ده اللي هو الايماجينري بايسكتنج لاين ده اللي هو الخط الوهمي اللي نصه في الزاويه بين اللونج اكسس اوف ذا فيلم واللونج اكسس اوف ذا فيلم واللونج اكسس اوف ذا توث. تخيل ان كده يبقى عندي زاويتين متساويين، زاويه قايمه في نهايه الفيلم، فبالتالي وضلع مشترك، زاويتين وضلع. فاذا الضلع ده هيبقى قد الضلع ده، يعني الطول بتاع التوس هيبقى قد الايمج اللي هتتكون على الفيلم ده. مش محتاج ديفايس ولا حاجه. شكله عشان اضمن ان الايماجينري بايسكتنج لاين هيتحقق بان السنترال ريز تكون بيربنديكولار على الايماجينري بايسكتنج لاين، فكان لازم احط البي اي دي او الكون بتاعي بزوايا معينه، وده اللي احنا هناخده على طول السكاشن. دي الزوايا اللي في المجزيلا ودي الزوايا اللي في المانديبل. الهوريزونتال انجيوليشن، ما طبعا انت عندك دايما البي اي دي بتاعك بيخلق فيرتيكال انجيوليشن مع الفيلم وهوريزونتال انجيوليشن. الهوريزونتال انجيوليشن المفروض ان البي اي دي بتاع حضرتك يكون معمول بالزاويه الفيرتيكال المتعارف عليها، هوريزونتالي يبقى دايركتد على التارجت بتاعنا على التوس، مش جاي البي اي دي ما يكونش ميزيال للاوبجكت بتاعنا ولا ديستالي عشان ما يحصلش كونتاكت اوفرلاب. اشكاله على جميع الاجزاء في الماوس. تكنيك فور بايت وينج، بيبقى فيه بايت تاب صغيره البيشنت بيعض عليها. البايت تاب ديت بتبقى لازقه في الفيلم بتاعنا، بتبقى منصفه الفيلم بتاعنا لتو ايكوال ديستانس فروم ابر واللور. البيشنت بيعض على البايت تاب ديت، وبالتالي جزء من الفيلم بيبقى في السالكس بتاع الباليتال وفي اللينجوال، فيبقى واخد ايكوال ديستانس من الابر ومن اللور، والبيشنت بيبقى عامل لايت انتركاسبيشن مش عامل هيفنس في الانتركاسبيشن. تمام، فبيظهر السولوشن اهو، بيبقى في بايت تاب البيشنت بيعض عليها، منصفه الفيلم بتاعنا نصفين متساويين، بايت تاب مقسمه لنصفين متساويين. زي ما قلنا البايت، في بايت تاب بتعمل ايكوال ديستانس للفيلم من الابر ومن اللور عشان تبين كرونال تو سيرد فروم الابر كرونال تو سيرد فروم اللور. ده البرنسبلز بتاعنا. بايت وينج ات البوزيشن ماكسيلري ارش، عامل ديستانس هنا البيشنت بوزيشن، البيشنت بيبقى قاعد، هو طبعا البايت وينج بياخد جزء من المجزيلا جزء من اللور، فما فيش بوزيشن للمجزيلا وبوزيشن للمانديبل، فالبيشن بيبقى قاعد في ابرايت بوزيشن. وانا بتخيل في ايماجينري لاين قاسم المجزيلا والمانديبل. هنا بيقول لك ان المجزيلاري ارش قاعد في بوزيشن بحيث ان المجزيلاري ارش يكون بارلل للفلور. الفيلم بياخد كورونا تشيرد في الابر واللور، وادي البايت تاب في النص. ده منظر الفيلم، ادي البايت تاب وده باكج او رابنج للفيلم، وبايت تاب في النص بريس داون منظره واحنا بنصور. الزاوية بتبقى موجب 10، البايت تاب في النص، وادي الزاوية. طبعا المفروض زي ما قلنا ان هو يبقى directed over the target، ما يجيب الجيش الكون ما يجيش عند حضرتك anterior to the target ولا posterior to the target عشان ما يحصلش contact overlap. الاوكلوزال فيلم، الهيد بوزيشن المجزيلا بارل تو ذا فلور، المانديبل بارل تو ذا فلور. الفيلم بوزيشن، الفيلم بيبقى covering التيوب سايد، طبعا بتبقى covering للتارجت بتاعنا سواء الاوكلوزال بلين بتاع الابر او الاوكلوزال بلين بتاع اللور. الاكسبوجر سيتنج، الاكسبوجر سيتنج بيتكلم على البارامترز بتاعتنا دي، بيبقى التكنيشن ظبطها لنا، دي حاجه ادفانسد عليكم شويه. هنا لو انا عايز اصور الاوكلوزال في المجزله تبقى الزاويه بتاعتي 65 75، وده البيشنت بوزيشن، المجزله بارل للفلور. هنا لو هصور المانديبل بيبقى 90 ديجري، الكون بتاعنا 90 ديجري. هتاخدوا محاضرة بالكامل اسمها الاوكلوزا فيلم، هتاخدوا فيها كل التفاصيل دي. ده بوزيشن مخصوص للمانديبل، بيبقى البيشنت هيد بتاعتنا شوية في سوباين بوزيشن، وهنا الكون بتاع حضرتك 90 ديجري